تقول: هل إذا تقدم إلي شاب يصلي ويصوم ولكن ليس متمسكا بالسنة، وأنا متحجبة ولكن أعترف بأن حجابي ناقص لأنني لا أغطي وجهي، وهذا الشاب لديه إخوة، فهل أوافق عليه أو لا؟ وهل إذا وافقت، وهل إذا قمت بغطاء وجهي بعد زواجي من هذا الشاب يجوز لي كشف وجهي أمام إخوتي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الأولى اختيار الزوج الصالح المستقيم على دين الله، الأمثل فالأمثل حسب الموجودين. فإذا تقدم إليك أن يحافظ على صلاته ويحافظ على دينه فتزوجي منه، وأما الذي عنده تقصير في أمور دينه وتساهل في أمور دينه فهذا ابتعدي عنه لئلا يؤثر عليك. وأما إخوان زوجك فإنهم أجانب، يجب عليك الحجاب الكامل عنهما بما في ذلك تغطية الوجه والكفين، الاحتجاب الكامل عنهم كغيرهم من الأجانب لأنهم ليسوا من محارم.